والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمن أخطاء المصلين في الصلاة عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر، أو ربنا لك الحمد والشكر. طيب الشكر من وين جبتها؟ الشكر خطأ. سمع الله، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، لا يقول سمع الله لمن حمده وشكره. هذه واحدة. اثنين، جاءت هي وكما تعلمون أن العبادات أمور وقفية، وقف يعني لا يجوز أن أزيد ولا أنقص منها. فسمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو كما جاءت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهكذا. أما والشكر لم ترد. هذا، والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله.